السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله غادي نشوفوا اليوم كيفاش نقدروا نديروا الأكسس من ستاتيك فايلز. إي برومييرمون غادي نبدلوا نبدلوا لي فايل ديالنا، وغادي نشوفوا كيفاش لابليكاسيون تقدر تكريها انت تو سامبلومون بلا ما تعتمد على تمبليت اللي كتجينيرا او ديبي. دونك غادي نبداو نحيدوا ال HTML ديالنا ونحيدو حتى CSS، اي فوالا نخليو غير app_component.ts. دونك فوالا delete anyway. اي maintenant واخا درت لا لا سوبريسيون راه ديجا rien à modifier. Mais maintenant خصني نبدل اش غنمشي بعد app component كيف كتشوفوا باقي فيها الفولدر ديال اش ديال app_component.html. maintenant شنو خصني ندير؟ خصني نمشي وندير refactor باش ندير rename لابليكاسيون ديالي غندير ليها اش، غنسميها events app. دونك نكريو par exemple une application d'événement juste à titre d'exemple صافي refactor events app. voilà دونك الى لاحظتوا ولات عندي events app. دونك هنا my first app. maintenant هنا عندي app root غنسميها events وغنحيد root غنسميها app. اي فوالا هنا كيف شفتوا طلع لي error. من بعد هنا غنحيد هاد لي دو غنخلي هنا غير template. دونك هنا نقدر نكتب لو كود HTML ديالي تو سامبلومون h2 باغ اكزومبل hello world. دونك حاليا غيبقى عندي ايرور، علاش؟ لان في الاب موديول دونك فوالا دونك ديجا جينيرا ديناميكمون في الاب موديول مي ما طلعتش ليا hello world الى لاحظتوا هنا. دونك هنا مشات لينا الاب كومبوننت، ما بقاتش عندي الاب كومبوننت ولات عندي ايفنتس اب كومبوننت. مانتونو خاصني الا بغيت نافيشي تو سامبلومون كاع هذاكشي اللي درت هنا غنحيد ابروتش. واش غندير في بلاصتها؟ event app. دونك فوالا event app اي فوالا hello world اللي ديجا تريتيناها فاش في ال h2 hello world. اي مانتونو ديجا اجوتيت دي زيماج تو سامبلومون فاش في ال assets image. دونك je peux mettre un code global باش backticks. donc comme ça نحيدو هاد la collade et voilà. donc maintenant نقدر ناجوتي par exemple h2 hello world et après ajouter une image كنعرفو image بالتاغ ديالها. donc par exemple donc نمشيو للفولدر ديالنا assets image et نختارو une image par exemple basic ainsi de suite. donc voilà الى درت save غتطلع ليا hello world ها هي l'image ديالي. donc هنا درنا l'access للفايل tout simplement à travers بدلنا بعدا الاب كومبوننت واكسيدينا تو سامبلومون الفايل ديالنا. دونك كيف شفتوا هنا هاد التايتل هادي هي ماي فيرست اب ديجا ني با اتيليزي لاحظتوا ني با اتيليزي ما غادي ناتيليزيهم بعد. دونك اول حاجه خصكم تعرفوا ان الا بغينا ناجوتيو بوتستراب في لابليكاسيون ديالنا كنمشيو لانغولار دوت جيسون وكنمشيو كناجوتيو في الستايل دوت سي اس اس او بيان لي ستايلز تو سامبلومون. هنا ني با اجوتي الوغ خاصنا تو سامبلومون هذا لو ستايل جلوبال الوغ لي ستيل الوغ اون اتوندون فوالا هذاك لو ستيل جلوبال. دونك هذاك لو ستيل جلوبال اي مانتونو الا لاحظتوا هنايا عندي نود موديول NGF Bootstrap déjà installé un NGF Bootstrap. Pour installer NGF Bootstrap, il suffit de faire quoi? Faire NPM i install NGF-bootstrap في الابليكاسيون ديالكم وأوريجينال لكم، سواء ديروا ليه تيري سيف يعني كوم ديف ديبندنسيز. دونك حنا ما غنستعملوش يعني ديجا انستالينا، دونك نتوما بغيتو تانستاليو اترافيغ هاد لا كوموند. ابخي تاجوتيو يعني هنايا وتاجوتيو حتى الجي كويري اللي غادي نحتاجوها. دونك بالنسبه يعني لو ستيل جلوبال تو سامبلومون كناجوتيو يعني هاد لو ستيل هذا غادي نخلي لكم في الريبو ديال لابليكاسيون باش تقدروا تاجوتيو من بعد. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي دابا اي لي زيماج حتى هما غادي نلقاوهم في الريبو. دونك tout simplement c'est très simple يعني كيف شفتوا دابا يعني بدلنا l'application le fichier et traitنا l'application هذا le titre n'est pas utilisé. دونك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في une autre vidéo.